قبل اي حاجه كده عايز اهديك الموبايل ده، الله او حلوه. اعتبري ان الموبايل ده مثلا انت اشتريتيه مني، او جيت انا قلت لك ازيك يا استاذه لميس انا الموبايل ده خليه معاكي لمده يوم كده العبي فيه، وموبايل اخر موديل اتفسحي بيه. اتفضلي. ايه ده معقول؟ ادي الموبايل اي نوع كده موبايل؟ يلا جالي هديه على الهوا. بص اول مذيع يجي لها هديه على الهوا. تمام جدا. بصي انت حضرتك فرحت ازاي وكده، في ناس كتير هيفرحوا بنفس الطريقه دي. ممكن حضرتك تفتحي الموبايل عادي وتتعاملي معاه كده عادي جدا. حلو قوي. بتشوفي فيه برنامج مفتوح اي حاجه؟ مش هتلاقي لا اي كله برامج مقفول. مفتوحه نهائي. ممكن بصوا حضرتك تعدي من واحد لثلاثه. لازم حضرتك بص هو واحد كده اتنين تلاته. واخليه مفتوح يا جماعه دلوقتي الكاميرا، دلوقتي انا فاتح الكاميرا التانية، انا هجيب دلوقتي الكاميرا اللي على وش حضرتك. اتحركش. اهي. لا يا راجل. شايفين؟ يا راجل. ومفيش اي برنامج مفتوح تقدري توريه للكاميرا او تجيبي حد يشيك على الموبايل كامل. بتهرج. شايفين يا جماعه؟ انت بتهرج. انا ممكن كمان اعلي الصوت بس عشان ما يعملش دوشه، فاهو بالصوت، صوت وصوره، بالصوت وصوره وكل حاجه، واقدر احدد المكان واقدر اتحكم فيه بشكل كامل من لإلى. فما تفرحيش من حاجه زي دي. انت كده دخلت على الموبايل اللي انا ماسكاه وهو مقفول. مقفول يعني وافتحيه، الموبايل يعني ما فيهوش اي حاجه. ادخلي على الواتس، اعملي اتصال، اعملي اي حاجه براحتك خالص. هو اصلا يعتبر موبايل جديد تماما. الحقوني. يعني حتى دوسي الزرار. دوسي الزرار بتاع الشاشه. الزرار ده اهو. اقفلي الشاشه عادي جدا اهو. اقفلي الشاشه عادي برضو طول ما انت واقفاها. شايفين؟ يا نهار ابيض. لا انا اترعبت. دي حياتنا كده. كاميرا اماميه وخلفيه وعادي يعني جدا. يعني انا كده ممكن اكون في البيت والكاميرا بتاعتي ويعني والدنيا أو في اوبن اجتماع عادي جدا وفي اجتماع. انا بصي انا هعلي الصوت شويه كده بسيطه. معلش يا خالد نعلي سنه. ده صوتي هو. فالفكره كلها يعني انا كده حياتي ممكن تكون مفتوحه لاي حد. دي مش ممكن. هي لو ما اتبعتيش النصايح او الاستخدام الصحيح للموبايل هتكون مفتوحه لاي حد اوريدي. لا, لا 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 لان الموضوع ده صعب جدا. مش علينا بالنصايح علشان قلبي يقف. امسك الموبايل ده. ابعدوا عني. ابعدوا عني. اسرار كتير يا حنان. ابعدوا عني بسرعه. ايه اللي بيحصل؟ ازاي ممكن يدخلوا على موبايلات والواتساب الفيسبوك الصور معاهم؟ كل حاجه. بصي هقول لحضرتك على حاجه. الفكره كلها ان ما ينفعش تاخدي موبايل من اي حد غير موثوق فيه، حتى الواثقين فيهم ما ينفعش تاخدي منهم موبايل. ليه؟ لان الحاجات دي بتبقى خطر جدا، ممكن يكون فيها برامج خبيثه مخفيه ما تقدريش انت بنفسك كاند يوزر تكشفيها. معنى كده انه بلاش التليفونات المستعمله. لا ما ينفعش نقول كده طبعا. بالعكس انا موبايلي عادي ممكن اجيبه مستعمل واستعمله كل حاجه، بس لازم بس لما ناخده نعمل فيه حاجات معينه، تعملي فيه حاجات معينه. ده الكلام الصحيح. لان ما ينفعش اطلع واقول لا ما تشتروش موبايلات مستعمله. احنا تقريبا كلنا عايشين على الموبايلات المستعمله. ما فيهاش واخر مشكلة موديل طبعا. وكده. صح.